اليوم اللي هي استمرارية للمحاضرات السابقة. هسه هيك احنا ان شاء الله خلصنا كل شيء بتعلق في الكنترولابيليتي، وحكينا عن نقطة مهمة في المحاضرات السابقة انه ضرورة التمييز بين الكنترولابيليتي والستابيليتي. الستابيليتي للاوريجينال بلانت او للاوريجينال سيستم هي مرتبطه بالايجن فاليوز، وين موجودات، على الرايت ولا على الليفت ولا على الجيومجا اكسس، بالتالي هاي ما لناش دخل فيها، مش قاعدين بنحكي عنها، احنا قاعدين بنحكي عن الكنترولابيليتي. الكنترولابيليتي اللي هي عباره عن عمليه القدره على وضع الايجن فاليوز بعد اضافه الكنترولر في اي محل احنا بدنا اياه في الاس بلين، بالتالي اللي هي هل في مجال لان نعمل بليسمنت لا الايجن فاليوز او الروتس تبعت الكاركترست ايكويشن او البولز تبعت الكلوز لوب كنترول سيستم اني وير ان ذا اس بلين يوزنج ان كونسترايند فاليو اوف اليو الانبوت يس اور نو. بالتالي هون وي شود ديفرنشيت بتوين الستابيليتي الحاليه اللي هي للبلانت وبين الكنترولابيليتي. الكنترولابيليتي بقول لك انت قادر على السيطره عليه ولا مش قادر، بينما الستابيليتي بتحلل الواقع الحالي الحالي اللي هو هل السيستم ستيبل مارجينال ستيبل ولا ان ستيبل. واضح يا شامة؟ بالتالي بس حبيت اعيد عليها بالرغم انه اكدنا عليها امبارح، ولكن بنعيد عليها حتى تكون الامور واضحه بالنسبه لك. وبالتالي هسه بنروح للسكند بارت اوف ذيس تشابتر اللي هي الاوبزرفابيليتي. هسه شو المقصود في الاوبزرفابيليتي؟ اوكي نشامة، تفرجوا لي على الفيجر اللي بين ايدينا هذا. هسه نشامة، لاحظ انه هذا عباره عن الستيت سبيس ريبريزنتيشن تبع اي ميمو سيستم. اتس ذا ستيت سبيس ريبريزنتيشن اوف اني ميمو سيستم، وهذا سبق انه حكينا عنه في تشابتر 2 انه اي جنرال. طبعا هون نحكي احنا وي ار ليميتد تو وات LTI. شو يعني LTI يا نشامة؟ Linear Time Invariant System. أيوة Linear Time Invariant، يعني هذا بعلم الكنترول بنسميه LTI، بعلم الديفرنشال إيكويشن شو يعادل؟ كله حكيناه بس بدي أربط لكم الأمور ببعض. اللي هي بنحكي عن ديفرنشال إيكويشن شو مالها؟ With constant coefficient. Linear Differential Equation with constant coefficients. Constant coefficients. هذا هو المقصود فيها. Linear differential equation with constant coefficients. يوم نحكي عن linear هون معناته linear differential equation. و time invariant هون بنحكي عن coefficients، بالتالي بحكي عن مش variable coefficients، بحكي عن constant coefficients. بالتالي هون بنحكي عن ميمو. واحنا حكينا السيستم تبعنا في الستيت سبيس برمز له ب A B C D. صح؟ وان جنرال اذا كان عندي ميمو معناته قلنا يا نشامه بتالف الميمو هذا من ام انبوتس. وين هن الام انبوتس؟ هيها من يو 1 لغايه مين؟ يو ام. وبتالف من بي اوتبوتس. وين هن البي اوتبوتس؟ هيها من واي 1 لواي بي. وبرضه بتألف من مين؟ من N states أو N states state variables. أوكي نشامة، بالتالي هذا هو اللي بدنا نعرفه يا نشامة عن أي ميمو LTI systems. بالتالي في عندنا M inputs P outputs و N states والسيستم linear. أوكي، يعني بتألف من الستيت ديفرنشال ايكويشن
اللي بكون فيها تتألف بس من الماتريسيز A و B صح؟ وبتألف من الـ Output Algebraic Equation اللي هي إيش يا نشامة؟ اللي هي فيها الماتريسيز C الماتريسيز C وإيش؟ وD. بالتالي هذا هو الـ State Space Representation A B C D بده يكون مغطى بهذول الـ Two Equations. كل هذا دفناه بس لكن احنا بنظن نعيد ونزيد حتى نثبت الفكره براسكم بحيث انه ما اللي هي الطير. دكتور طيب. في شغل بسيطه هسه الميمو سيستم هو البلانت صح؟ البلانت اللي بيكون عندنا في ال نعم كنترول لوب خلص بس هاي تمام. هسه لا تنسى انه في الكونفنشنال كنترول سيستم خلينا نرجع لكم لكورس ايوه هذا متذكرينه يا نشامه الله يرحمه متذكرين جي سي والجي بي هذا اللي هو اليونيتي فيدباك كنترول سيستم يونيتي عشان في الفيدباك ما في اتش بس صح صحيح ولاحظ هون يا نشامه في عندنا البلانت شو المدخل تبعها شو الانبوت تبعها اللي هي كنترول سيجنال يو اللي هي اليو والمخرج تبعها اللي هو الاوتبوت اللي هو الواي بالتالي اليو بتطلع منين من الكنترولر ايوه بتطلع من الكنترولر بالتالي عشان هيك البلانت هاي هي عباره عن فانكشن اوف اليو والواي بالاضافه للستيتس يعني هذا البلوك هون هي اليو نفس اللي هون اليو هي نفس اللي هن اللي هون والواي الواي هي نفس اللي هون وهاي البلانت بالترانسفير فانكشن يوم اعبر عنها بالستيت بالستيت سبيس ريبرزنتيشن تتحول من ترانسفير فانكشن لمجموعه من الستيتس اللي هن هي هنا هون وضحت يا نشامه تمام دكتور بالتالي هون احنا ما اختلف علينا شيء بس صرنا نقول بدل ما كنا نحكي عن الترانسفير فانكشنز في الكورس السابق الله يرحمه صرنا هون نحكي عن ستيت فاريبلز ستيت سبيس ريبرزنتيشن بالتالي البلانت هاي مقصود فيها اللي هي البلانت اوكي مدخلها اليو ومخرجها الاوتبوت وبدل ما كنا نحكي عن ترانسفير فانكشن اوف سيرتن اوردر صرنا نحكي عن نمبر اوف ستيتس عددها ان والستيتس النمبر اوف ستيتس شو علاقتها بالترانسفير فانكشن اللي هي نفس الاوردر للدينومينيتر ايوه نفس الاوردر تبع الدينومينيتر هل عباره عن في اي حدا لساته ضايع في حدا لسه ضايع طيب هسه يا نشام بناء على الحكي هذا نرجع ل نرجع لمحل ما كنت بدي أكمل أوكي نشامة أوكي نشامة هسه ركزوا معي باللي بدي أحكيه إحنا قلنا السيستم تبعنا بتألف من 3 parts الانبوتس هذا اول بارت والستيتس هذا السكند بارت والاوتبوتس هذا الثيرد بارت طيب العلاقه اللي بتربط بين الانبوتس مع الستيتس هاي هاي مين بحكمها ستيت ديفرنشال ايكويشنز هاي اللي بحكمها الكونترولابيليتي الكونترولابيليتي هي علاقه بين الستيتس وبين الانبوتس صح متذكرين شو مفهوم الكونترولابيليتي اذا بقدر اتحكم في الستيتس هذول من خلال الانبوتس بحيث اني اخذ كل ستيت من اي انيشال فاليو لاي فاينل فاليو يوزنج انكونسترينت انبوت معناته هاي السيستم كونترولابل صح صحيح دكتور بالتالي العلاقه اللي بتربط بين الانبوتس مع الستيتس هاي بنسميها الكنترولابيليتي اه بس لاحظ معي في علاقه هون مع هون
العلاقة الثانية اللي بتربط بين الـ outputs هذول مع الـ states هاي بنسميها observability. وضحت يا نشامة؟ بالتالي الـ states دائما عامل مشترك، الـ states دائما عامل مشترك، مرة بكون مع الـ input signal وبنسميها controllability، ومرة بكون مع الـ output signals وبنسميها ايش؟ observability. واضح يا نشامة؟ بالتالي الـ states دائما عامل مشترك، بيقول لك نحن هنا، شنو الـ states؟ مرتبطات مع system matrix A، والسيستم matrix A مربوطة مع الـ characteristic equation أو مربوطة مع الـ stability، صح؟ ماشيين مع شباب ولا لا؟ بالتالي هون دائما أنا الـ states تفرض أمرها موجودة، دائما موجودة وين ما حكيت، الستيتس دائما عبارة عن موجودة بطبيعة الحال، وبالتالي إما الستيتس مع الانبوتس بنسميها كنترولابيليتي، أو الستيتس نفسها مع الاوتبوت بنسميها الاوبزيرفابيليتي. طيب نعيد مرة ثانية، شو المقصود بالكنترولابيليتي؟ إذا بقدر أتحكم في الستيتس من خلال مين؟ من خلال الانبوتس، بحيث اني اغير اي انيشال فاليو لاي ستيت، من اي انيشال فاليو لاني ديزيرد فاليو within finite interval of time using unconstrained U، معناته بسميها كنترولبل، صح؟ ايه طب دكتور، مش هاي بنسميها ستيت كنترولابيليتي، ولما يكون بين الانبوت والاوتبوت بنسميها الاوتبوت كنترولابيليتي؟ مزبوط، بس احنا هون هاي الاوتبوت كنترولابيليتي عاده ما بتهمناش كثير، بهمنا الستيتس أكثر إشي مهمنا الستيتس. تمام. أوكي. بالتالي هون الكنترولابيليتي يا نشامة هي عبارة عن من اللي هي الستيت كنترولابيليتي، يعني بحكي عنها الستيت كنترولابيليتي، هون كل حكي عن الستيت كنترولابيليتي. إذا بتحكم في الستيتس من أني إنيشال فاليو أغيرها لأني ديزيرد أوفر فاينايت انترفال أوف تايم يوزنج أنكونسترايند يو، معناته بسميها ستيت كنترولابل. هاي اللي قد دفناها زمان. هسه بصير في عندي في مفهوم جديد اللي راح نناقشه محاضرة اليوم، اللي هو الستيت اوبزرفابيليتي. الستيت اوبزرفابيليتي يا نشامة هي عبارة عن ايش؟ إذا بقدر أعمل استيميشن لمين؟ للستيتس هذول، أعمل استيميشن للستيتس. إذا بقدر أعمل استيميشن للستيت فاريبلز من خلال المجرمنتس تبعت مين؟ الاوتبوتس اللي هي الواي، معناته بسميه اوبزرفابل سيستم، ستيت اوبزرفابل سيستم. وضحت شو الاوبزرفابيليتي؟ الاوبزرفابيليتي اذا كان عندي سيستم كبلاك بوكس، هاي البلانت اللي هي فيها من اكس 1 لاكس ان، دخلنا عليها اليو وطلعنا منها مين؟ الواي. اذا من خلال الواي سيجنال بقدر اعمل استيميشن لكل الستيتس، هاي بنسميها اوبزرفابل سيستم. واذا من خلال الواي ما قدرتش اعمل استيميشن لاي من الستيتس، معناته بنسميها نوت اوبزرفابل سيستم. وضحت شو الاوبزرفابيليتي؟ بالتالي الاوبزرفابيليتي مربوطه مع الاستيميشن لمين؟ للستيتس من خلال مين؟ من خلال الاوتبوت سيجنالز. اذا من خلال الاوتبوت بقدر اعمل استيميشن لكل الستيتس هاي، معناته بكون اوبزرفابل سيستم. واذا كان من خلال الاوتبوت اتليست ما قدرتش اعمل لواحد من الستيتس، معناته بنقول not completely observable system. وضحت؟ إيه، تمام دكتور، بس في شغلة، شو بتفيدنا الobservability احنا يعني بعد ما عرفناها شو بتفيدنا؟ ايوة مليح اللي سألت. هسين شامة لا تنسى اللي هي الستيتس حكيناها هي عبارة عن تمثل مين؟ تمثل الانيرجي ستوريج إليمنت، صح؟ او تمثل اي كوانتيتي بينج ديفرنشيتد، اي فاريبل بينج ديفرنشيتد، صحيح. بالتالي بالريال لايف
real life يوم تيجي على complex systems ممكن يكون حتى نعمل measurements للstates هذول اللي هن يمثلين the quantity being differentiated. أوكي أي measurement معناته بتتطلب sensor صح؟ صحيح. أي measurement معناته بحكي عن وجود ل sensors. طيب السنسرز ناقشناها في الكنترول سيستمز، ممكن يكون يا نشام السنسرز عندك حالتين ما تقدر تعمل ايش ميجرمنت للفاريبلز اللي عندك اللي هي من اكس 1 لاكس ان، اما انه انت تكون دبساتك ميه من ناحية الماديه. يعني حكيناكم في الكنترول سيستمز باول محاضرات في الانترودكشن انه في بعض السنسرز زي اللايدر اذا بدك اياه 3D هذا بكلف من 70 ل 100000 دولار خابره كان هيك بدريش هسه قديش نزل ولا طلع ولا بصر شو. بالتالي لو كان دبساتك ميه بحكي ان جنرال، بحكي ان جنرال هيك انا بحكي كمفهوم مش هسه قاعد بحكي كجنرال مش كمفهوم الستيت فاريبلز. بالتالي السنسرز في بعضهم بيكون مكلف، بالتالي انت بدل ما تجيب سنسرز وتصير تقرب الستيت فاريبلز انا بصير من خلال الاوتبوت سيجنال اعرف الستيت فاريبلز. وضحت يا برهم؟ اشي حلو صراحه. بالتالي هون بصير انا اوفر على حالي، اوفر على حالي ايش؟ اوفر على حالي فلوس، وممكن برضو اوفر على حالي نويز. اوكي نشامه. وبالتالي بالحالة هاي أنا عبارة عن اللي هي أول حالة. والحالة الثانية في بعض الحالات بيكون الستيتس شيلدد يعني ما بنقدر نعمل لها دايركت ميجرمنتس. في بعض الحالات بعض السيستمز بيكون فيها الستيتس شيلدد ما بنقدر نعملها ميجرمنت. بالتالي بالحالة هاي بكون أنا مضطر أعملها استيميشن من خلال مين؟ الاوتبوت سيجنال، من خلال الاوتبوت سيجنال. وضحت؟ بالتالي انا هون اما مجبر على اني استخدم الاوتبوت سيجنال او ناحيه توفيريه بحيث انه ايش؟ بحيث اني اعمل استيميشن للستيتس بدون ما اروح للريال ميجرمنتس اوف ستيتس. وضحت؟ تمام يا شباب. طيب خلينا نروح شو المقصود بالcomplete state observable. If every state x of t can be completely ايش identified او estimated من خلال المجرمنس تبع مين؟ من خلال المجرمنس للoutput over finite interval of time assuming انه اللي عندي الcontrol signal معروفة. اوكي نشامة. بالتالي الobservability مرتبطة مع مين؟ مرتبطة مع determination of the system states by measuring mean output signal system outputs. والobservability والcontrollability بنسميهن dual، في عندهن duality. بالتالي ركز معي هذا الظاهر حكيته قبل شوي هون انه الcontrollability شو بتدرس لنا شو بتسوي لنا. controllability study the possibility of what controlling the states from the input صح اللي هي بدي اعمل control the states من خلال input هاي اسمها controllability. بينما observability هون بحكي بالحالتين عن states state controllability والstate observability. observability عبارة عن تعمل studying لإمكانية possibility of what estimating. ها راحت هون عندك في عندك كلمة الأولى اللي هي control وهون انقلبت بمين؟ بالاستيميشن. واحدة بتعمل كنترول للستيتس وواحدة بتعمل استيميشن للستيتس. اللي بتعمل كنترول للستيتس من خلال مين؟ من خلال الانبوتس. واللي بتعمل اوبزرفيشن للستيتس من خلال مين؟ من خلال الاوتبوتس. وضح يا نشامة شو الفرق بين الكنترولابيليتي والاوبزرفابيليتي؟ دكتور ال Observability هي نوع من أنواع الـ System Identification؟ لا هيك لو طولت روحك علينا كان جاوبناك. لا It's not يعني الـ System Identification هسه راح أجيك فيها. الـ Controllability والـ Observability
دائما نشامة بنفترض حتى نعمل الكنترولابيليتي والأوبزيرفابيليتي إنه أصلا للسيستم للبلانت اللي عندي الماتريسيز A B C D they are known أو they are given. بالتالي أنا هون بفترض إنه الستيت سبيس ريبرزنتيشن موجود. أيوة جواب لسؤالك هاي الأوبزيرفابيليتي is different from what الidentification of the matrices A B C D. بالتالي الidentification أي identification process بتكون مبنية على أساس بيكون عندك input و output vector وبدك توجد إما transfer function في transfer function format أو matrices A B C D إذا كنت تحكي عن state space. وضحت؟ دكتور هو أساسا مفهوم سيستم ايدنتيفيكيشن الايدنتيفيكيشن يا نشامة انه يكون في عندك يكون عندك سيستم بلانت اذا كنت معبر عنها بالترانسفير فانكشن بيكون ترانسفير فانكشن تبعك بلاك بوكس بدك تجي الترانسفير فانكشن تبع هالبلانت واذا كانت معبر عنها بالستيت سبيس بيكون الماتريسيز اي بي سي دي ذي ار انون وبالتالي بكل الحالتين سواء بالكونفنشنال كنترول ثيوري او بالستيت سبيس بيكون في حاله السيستم ايدنتيفيكيشن بدنا نوجد اما الترانسفير فانكشن او الستيت الماتريسيز اي بي سي دي بس من خلال مين عن طريق انه يكون عندي الانبوت فيكتور والاوتبوت فيكتورز موجودات ما بنحكي هون عن الستيتس وضحت تمام واضح جاوبتك على سؤالك وهذا مليح اللي سالته هي موجود عندنا هون انه الايدنتيفيكيشن ديفرنت فروم اوبزرفابيليتي الاوبزرفابيليتي مرتبطه في الستيتس الاستيميشن اوف ذا ستيتس من خلال الاوتبوت بينما الايدنتيفيكيشن مرتبط في مين في ايجاد الاي بي سي دي في ستيت سبيس او بالترانسفير فانكشن في الاس دومين من خلال الانبوت والاوتبوت فيكتورز اتس تو ديفرنت ثينجز وضحت تمام دكتور بس لو تضيف بعد ذا بروبلم اوف سيستم ايدنتيفيكيشن برايي بتكون اوضح تكرر اوكي نشامة انت اخذت سيستم ايدنتيفيكيشن شيء بالكورسات باللاب دكتور لاب الكنترول دكتور لا انسى اللاب هذا اللاب يعني هذا عباره عن تجربه ولا تجربتين في كورس عاده كنت انزله انا الكتيف عرفته علي اسمه سيستم ايدنتيفيكيشن يعني هذا بصير تتعامل مع اي بلانت وصير طلع لها اللي هي الكل الانون يعني بصير عندك من بلاك بوكس تصير تعرفها كلياتها بس نظرا لضيق الوقت بطلنا نطرح اللي هي الماده هاي بس هي عباره عن ممتعه وكلياتها ماتلاب كلياتها عباره عن ماتلاب 100% اوكي يا نشامه بالتالي نرجع لموضوعنا اوكي نشامه هسه اذا كان السيستم مش كومبليتلي ستيت اوبزرفابل معناته ايش معناته اتليست واحد من الستيت فاريبلز شو ماله ما بنقدر ايش ما بنقدر نعمل له استيميشن ما بنقدر نعمل له استيميشن او اتس شيلدد فروم اوبزرفيشن يعني اذا بتفرج على الواي ما بقدر اعمل له استيميشن واضح يا نشامه طيب الستيت اوبزرفابيليتي بنقدر نحددها او نطلعها بتو ميثودز وهذول نفس الكونسبتس اللي وين اللي مرن معنا وين في الكنترولابيليتي بالتالي اول واحد اللي هو اخونا كالمان كالمان تيست فور اوبزرفابيليتي وهذا نفس المبدا اللي هناك ممكن نطبقه على اي جنرال ماتريسيز بس ركز معي احنا قلنا يمكن شطبتها قبل شويه هون يا نشامه بين الواي وبين الاكس مين اللي بربط عندي بربط عندي الاوتبوت الجبريك ايكويشن صح بالضبط اللي هي اي وسي اللي هي سي ودي سي ودي اوكي بالتالي البي ما لها دخل البي ما لها دخل بالتالي يوم كنا نحكي يا نشامة عن الستيت
كنترولابيليتي كنا نحكي عن A و B، بس فور اوبزيرفابيليتي محل البي شو صار؟ سي. محل البي صار سي، بالتالي هناك كنا نحكي عن الماتريكس بير A و C، هون صرنا نحكي عن الماتريكس بير A و C. اوكي يا شامة؟ بالتالي الكالمان تيست فور اوبزيرفابيليتي بنطبقه على اي جنرال فورم اوف ماتريكس بير A و C، وذر هل هي عبارة عن بالكانونيكال فورم ولا لا. بينما الجيلبرت تيست لازم نحول الجيفن بير A و C لمين؟ لأما للدياجونال نفس اللي مر معنا في حالة الديستينكت، أو للجوردن في حالة إيش؟ في حالة الريبيتد. وبعدين بنحدد هل هو السيستم observable state ولا لا. واضح؟ واضح يا نشامة؟ أي سؤال؟ بالتالي نفس المبادئ اللي هناك، هذا أسهل كوننا ناقشنا هناك نفس المبادئ، هون صرنا نعرف أنه مشابهة 90% نفس المبادئ. بس هناك بدل ما كنا نحكي عن A و B صرنا هون نحكي عن A و C. واضح؟ طيب خلنا نشوف هنا شامة. كالمان تيست فور اوبزيرفابيليتي، هسا يوم كنا نحكي عن كالمان تيست فور اللي هي كنترولابيليتي كنا نحكي عن اي ماتريكس؟ الكيو سي. الكيو سي شو اسمها الكيو سي؟ كنترولابيليتي ماتريكس. ايوه كنا نحكي عن الكنترولابيليتي ماتريكس. هون الكنترولابيليتي ماتريكس نيمناها وطلعنا محلها مين؟ الاوبزيرفابيليتي اللي هي الكيو او. وبالتالي الكيو او الاوبزيرفابيليتي ماتريكس هذا اللي مر معنا وين؟ بالسابق صح؟ مرت معنا هاي الماتريكس ولا لا؟ صحيح. اوكي بالتالي بنيجي بنطلع الكيو او وبعدين بنوجد لها الرانك. ركز معي حتى تفهم دائما، احنا الاوبزيرفابيليتي لمين؟ للستيتس، والستيتس قديش عددهم؟ أن بالتالي بقول لك النيسيسري أن سفيشنت كونديشن للسيستم حتى يكون كومبليت ستيت اوبزيرفابل انه الرانك تبع الكيو او لازم يكون قديش بعدد الستيتس اللي هو أن. وضحت؟ نفس الكونديشن اللي هناك، بس هناك كان الكيو سي أن وهون صارت الكيو او أن. وضحت؟ صحيح دكتور. بس دكتور في شغله هنا، عشان هيك دائما احنا لما نيجي نفحص، شفت بالماتلاب فانكشن نيجي نفحص observability من خلال A و C، فإذا كانت full rank فهيك معناها observable صح؟ مظبوط. آه تمام تمام. أوكي يا شامة، بالتالي دائما إذا كانت ال QO full rank، أوكي اللي هي الرانك تبعها N اللي هي بعدد الستيتس، معناته وضعنا تمام observable. شو يعني observable؟ يعني بقدر من خلال الأوتبوت اعمل استيميشن لمين؟ الستيتس. جزء منهن ولا كلهن؟ لا الاصل كلهن كومبليتلي. اه لازم يكون كلهن، اه لكل ستيتس. اذا بضل عندك واحده من الستيتس مش قادر تعملها استيميشن معناته بكون نوت كومبليتلي ستيت اوبزيرفبل. وضحت؟ وضحت تمام. طيب هسه يا نشامة كالمان تيست فور اوبزيرفابيليتي نفس اللي ناقشناه برضه هناك، بيعتمد على الماتريكس بير A و C بغض النظر كانونيكال فورم ولا لا. طيب الاوبزيرفابيليتي ماتريكس ممكن تكون اذا كان عندي سنجل اوتبوت معناته بتكون سكوير، واذا كانت مالتي اوتبوت بدها تكون ريكتانجلر اوف ذيس سايز. طيب الملاحظه اللي بعديها هاي مشابهه برضه للنقاط اللي غاد، إذا كان السيستم not completely state observable. هذا الفحص شو بيعطيني؟ بيعطيني معلومات عن مين؟ عن العدد، عن الأعداد، نفس اللي هناك ناقشنا هناك ولا لا نفسه؟ ناقشنا هناك بيعطيني أعداد الـ unobservable states وأعداد الـ observable states. طيب الـ observable states شو عددها؟ هي عبارة عن نفس الرانك تبع الـ QO. الـ Observable States عددها هي نفس الرانك تبع الـ QO. وأعداد الـ Unobservable States هي الفرق بين مين ومين؟ بين الـ Number of States مع مين؟ مع الرانك تبع الـ QO. طيب
هذا السيستم إذا كان السيستم اللي عندي not completely state observable، هل بيعطيني معلومات عن names of states which are controllable observable sorry and the states which are unobservable؟ لا، هذا التست كالمان تست ما بيعطيني معلومات عن مين، عن which states exactly، يعني يقول لك x1 x3 x5 ما بيعطيك، بقول لك الأعداد قديش الobservable وقديش unobservable، بس يحدد لك إياها مين الobservable ومين unobservable ما بحدد. هو بالتالي this test does not give any information about the names of unobservable and names of observable states. أي سؤال لغاية الآن؟ بالتالي ملاحظين يا شباب إنه في عندي similarity بالمبادئ بين ال controllability وال observability بدرجة كبيرة ولا لا؟ صحيح، عشان هيك سموها dual duality. أيوة عشان هيك. ومتذكرين يوم أخذنا similarity transformation أو decomposition؟ صحيح، اللي هي كان في عندي علاقة بين الobservability السي سي اف 4 والاو سي اف 4 بالضبط، انه البي وسي بي وسي ترانسبوز والاي ايوه ترانسبوز. الاي ترانسبوز صح، والبي سي ترانسبوز والسي بي ترانسبوز صح. صحيح، وبالتالي نشام عشان هيك الobservability والcontrollability هن عبارة عن في رابط بينهم بنسميها duality principle، راح نناقشه في محاضرة الجاية، بنسميه duality principle. أي سؤال يا نشامة لغاية الآن؟ أي سؤال؟ طيب نروح للبعد. أوكي نشامة، هسا خلنا نروح للجيلبرت تيست بناء على مين؟ على الدي سي اف. معناته هون يا نشامة لازم نحول الـ given state space model لمين؟ لازم نحولها لمين؟ للدي سي اف اللي هي الدياجونال كونيكال فورم، واذا كانت اوريدي بالدي سي اف معناته الترانسفورميشن تبعي بتكون اي وايش؟ والاي تي والبي تي والسي تي والدي تي هي عباره عن ايش؟ نفسها الاي. وهون ما فيش داعي اعمل اي ترانسفورميشن، بقول لك جو تو ستيب 5 مباشره. وهون من 2 ل 4 هذا نفس اللي دفناه بالسيميلاريتي ونفس اللي دفناه في الكنترولابيلتي. خلينا نروح لستيب 5، الستيب 5 بقول لك ايش؟ بعد ما نطلع الـ AT والـ BT والـ CT، والـ AT لا تنسى في الـ DCF بتكون diagonal. أوكي؟ بقول لك الـ system with distinct eigenvalues اللي هي بالـ DCF is completely state observable if what? If and only if هناك شو كان؟ كان no rho. صح؟ صح. وكانت no row of what؟ bt. bt. هون صار no column of ct. وحتى نشامة هاي مهمة. هون هذا الفرق بين الثنتين. هناك كنا نحكي عن no row of bt، يعني bt ولا row كلياته zeros. هون صرنا نحكي عن no column of ct. عشان بالobservability اللاعب الاساسي اللي هي السي، وفي الكنترولابيلتي اللاعب الاساسي اللي هي البي، يوم نحولها للدي سي اف او للجي سي اف. وضحت يا نشامه؟ بالتالي هناك كنا نحكي عن بي تي ولا رو فيها زيروز كله، هون بنحكي صرنا نحكي عن نو كولوم اوف مين اوف سي تي كله زيروز. ليش؟ هسه راح نشوف. طيب هذا يا نشامة معروف اللي هي الدياجونال كونيكال فورم بتطلب انه الايجن فاليوز يكون كلهن ديستينكت، مش رايحين نناقشه. واذا كان اني كولوم اوف سي تي كل الاليمنتس فيه زيروز، معناته ايش؟ معناته الكورسبوندينج ستيت از ان اوبزرفبل. بالتالي لو اي من الكولومز كله زيروز تبعات السي تي، معناته الـ corresponding state هو العبارة عن observable. يعني مثلا لو كان عندك في عندك الـ third column of CT هو عبارة عن كله zeros، معناته مين الـ unobservable state؟ إذا كان عندك third column من الـ CT هو عبارة عن كله zeros، مين الـ state الـ unobservable؟ X3. لو كان ولا كولوم اوف زيروز بالسي تي، كولوم
completely state controllable. كله بكون completely state observable. لو كان عندك آخر كولوم بالسي تي كله زيروز، معناته آخر state variable هو اللي عبارة عن مين؟ هو اللي عبارة عن unobservable. واضح هنا شامة؟ طيب هسه هنا شامة بال DCF لا تنسى انه كل states they are ايش؟ شو مالها؟ they are decoupled. هل اي ستيت بكون مربوط مع اي ستيت ثاني؟ لا. بالتالي حتى السيستم يكون ستيت اللي هي السيستم يكون completely state observable، كل ستيت لازم اقدر اعملها observation from at least one output. يعني مش شرط يا شام ركز معي، انا هون عندي وين راحت؟ هون عندي N states و P outputs. هسه حتى يكون السيستم observable اللي هي اعمل استيميشن لل X's من X1 ل XN، مش شرط اني اعمل انه يكون بقدر اعمل استيميشن الهم من Y1 او من Y2 او من YP. لا، انا بالحاله هاي شو اذا قدرت اعمل له لكل ستيتس من اي واحد من هذول at least one يعني y1 او y2 او yp قدرت اعمل استيميشن للاكسز اللي عندي، معناته ايش؟ معناته السيستم اوبزرفبل. وضحت شباب؟ واضح اللي بحكي؟ مش شرط انه حتى اعمل ايش حتى يكون السيستم كومبليتلي ستيت اوبزرفبل، انه ايش؟ انه اجي اختار اي اوتبوت خذ راندوم وتقول انا بدي اعمل observability، بدي اعمل استيميشن لمين؟ للاكسس من هذا. لا، اذا at least one output قدرت تعمل له من خلاله استيميشن لكل الاكسس معناته انت بالسليم، عشان احنا بدنا ايش؟ بدنا العنب، ما بدنا كثاره الناطور. مش بصير تتدلل تقول انا بدي، لا بدي من اي ستيت بدي اياه، بنقول لك مش الك تعمل استيميشن للاكسس. بالتالي انا عندي بي اوتبوتس، اذا قدرت تعمل من ات ليست ون اوف ذيم من الاوتبوتس هذول قدرت تعمل استيميشن لكل الاكسس معناته انت بالسليم. هل حققت الهدف؟ شو رايك؟ صحيح. ايوه، بالتالي احنا هون ما بدنا كتاره الناطور، بدنا العنب. العنب تبعنا اني اعمل استيميشن للستيتس، بالتالي مش شرط انه اي واحد من الاوتبوتس يعطيني استيميشن لكل ستيتس، لا، اتليست لو كان واحد بيعمل لي استيميشن من خلاله بعمل استيميشن للستيتس معناته احنا بالسليم. وضحت؟ وهذا نفس الشيء بيطبق وين؟ بالكنترولابيلتي. بالتالي شو يعني؟ يعني لو خلال واحد من مين؟ من الانبوتس قدرت اعمل كنترول لكل ستيتس معناته السيستم شو ماله؟ كنترولابيلتي. السيستم كومبليتلي ستيت كنترولابيلتي. وضحت يا شباب؟ هاي نقطة مهمة، ها ركزوا معي فيها، هاي نقطة مهمة جدا. بالتالي مين الأسهل علينا إنه نعمل له observability وكنترولابيلتي؟ هل السيسو سيستم ولا الميمو؟ الميمو اتوقع. ركزوا معي بالمبدا، احنا قلنا بالمبدا، المبدا اوكي انه في الكنترولابيلتي ات ليست واحد من الانبوتس اقدر اعمل له كنترول من خلاله لكل ستيتس، وفي الاوبزرفابيلتي ات ليست واحد من الاوتبوتس اقدر من خلاله اعمل استيميشن لكل ستيتس. بالتالي مين بيعطيني فريدم اكثر، هل الميمو ولا السيسو؟ الميمو. الميمو هو اللي بيعطيني فريدم. بالتالي انا عندي في الميمو عندي ام انبوتس ها وبي اوتبوتس، بالتالي لو واحد منهم واحد من الام انبوتس اعطاني كنترولابيلتي وواحد من البي اوتبوتس اعطاني اوبزرفابيلتي معناته السيستم كومبليت ستيت اوبزرفابل اند كومبليت ستيت كنترولابل. صح؟ صحيح. بينما في السيسو
في السيسو انت محشور بمين؟ one input one output one ب one. يعني هذا ال one لو خذلك اوكي نشامة معناته عبارة عن ايش؟ يا بخليك يا اون يا اوف على السريع. يعني لو كان عندك one input وهذا الانبوت ما قدر من خلاله ايش؟ من خلاله تعمل كونتروبيتي لكل ستيتس، معناته السيستم على السريع طلع خارج التغطية، صح؟ ونفس الشيء وين؟ في الاوتبوت، لو كان عندك 1 اوتبوت. اوكي نشامة، ومن خلاله ما قدرتش تعمل استيميشن لهذا، بالتالي على السريع، بالتالي مين اللي بيعطينا فريدم؟ اللي بيعطينا فريدم اللي هي الميمو سيستم، عشانه المفهوم تبع الكونتروبيتي والاوبزرفابيلتي ات ليست 1 اوف ذا انبوتس. في مين؟ في الكونتروبيلتي or at least one of the output في الobservability بقدر أعمل من خلاله control للstates في الcontrollability أو estimation للstates في الobservability. وضحت؟ هاي عبارة عن قاعدة ذهبية ولازم تفهموها مليار بالمية. أي سؤال عليها؟ أي سؤال عن النقطة هاي؟ بالتالي الcontrollability والobservability في الميمو سيستم it's much easier than الإكوفلنت وفي السيسو. وكل ما زاد عدد الانبوتس وعدد الاوتبوتس بصير عندك فريدم وانت مرتاح اكثر ولا لا؟ صحيح. ايوه يا هشام، عشان ايش؟ عشان صار عندك احتماليه انه واحد من هذول يصيب، بصير ايش؟ أكبر. بصير واحد من هذول انه تاخذ منه كونتروبيتي او اوبزرفابيلتي، كل ما زاد الاعداد بصير احتمال تيجي مع الهبل دبل، وبالتالي امورك تكون وين؟ امورك تكون بالسليم. وضحت القاعده هاي يا نشامه؟ وضحت القاعده؟ هاي قاعده ذهبيه بدك تكون فهمانها مضبوط مليار بالميه. طيب نرجع وين ما كنا؟ عشان هيك حطيت لك اياها بالاحمر يا نشامه هون. طبعا ديروا بالكم يا جماعة الفاينل راح يكون ترو الفوس نيجاتيف ماركينج، وهاي بشرة سارة لكم. لا دكتور، هاي بشرة سارة عشان اللي بيلعب معاي قمار اللي بيصير عبارة عن شنص. اوكي يا جماعة، عبارة عن ايش؟ راح يكون الترو اور فوس. اوكي يا جماعة، في عليه نيجاتيف ماركينج، الغلط بوك الصح. هذا ما انا مشترك لكم بالتست بورتر ودافع عليه دم قلبي، وبالتالي لابد ما اطلع ايش؟ اطلع عليكم البينالتي لان بيلعب معاي قمار. لا دكتور، لا دكتور، هاي بشرى غير ساره ابدا والله. ما هي بس بشرى ساره للشاطرين. هاي بشرى ساره للشاطرين يا نشامه. هاي بشرى ساره اللي عارف الماده وفهمانها مش باصمها ولا فزيع ليله الامتحان. انا دكتور. ايام الشباب ايام ما كنت زيكو، كنت بجامعه مؤتة، وكان في دكتور الله يذكره بالخير اسمه ناصر السكجي، درسنا الكتروماغنتكس. اوكي يا شباب، عنده تخصص عشان كان كهرباء بالبكالوريوس. فكل الامتحانات اوكي اللي كنا ناخذها فهمتها مضبوط انا وقتيها. اوكي يا شباب، فكل الامتحانات اللي عباره عن يجيب لنا اياها عبارة عن إيش؟ كنت أفللها وأعطانا بونس ماركس أحلها، وفي عنده من ضمن سياسته كان I think اللي هي النيجاتيف ماركينج كله أجيبه صح. بالنهاية جمعت في المادة يا 115 من 100 يا 120 من 100، واللي وراي كان أقرب واحد بكل الشعبة. أوكي نشان ما كان كان جاي كده 81 82. فمتى بنفرد الشاطر وبكيف؟ متى بنفرد وبعرش هيك؟ يوم يكون الجاب كل ما كانت الجاب بينه وبين اللي وراه عباره عن في جاب طويل، كل ما كبرت الجاب اوكي يا نشامه بيصير يعتز بحاله ويكون ساتسفايد، يعني بقول لك الحمد لله ما ضاع شغلي هباء منثورا. طيب دكتور، احنا طموحنا مش هيك دكتور. شو طموحك يا غزلان؟ يعني اذا طموحنا هيك كنا بنصير دكاتره يا دكتور، وهذا الحكي مش لصالحك. والله اسمع غزلان، انا
دائما بدعي دعاء. طبعا خلنا وقف التسجيل خلص كونه وقفنا هون. انا دائما بدعي دعاء.